لو عندك شقة سكنية أعرف إمتى تكون غير خاضعة للضريبة العقارية. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان وخدمة إخبارية جديدة. ناس كتير بتتساءل عن ضريبة الثروة العقارية وهتطبق إزاي على الوحدات السكنية، وأعرف إزاي إن شقتي اللي أنا بمتلكها غير خاضعة للضريبة العقارية. زي ما احنا كلنا عارفين انه في قانون الاجراءات الضريبيه الموحد رقم 206 لسنه 2020 حدد العقارات المعفاه من الضرائب العقاريه. وعلشان نجاوب على اسئلتنا معانا على التليفون الاستاذ احمد ابو علي الباحث الاقتصادي. بنرحب بحضرتك يا فندم. حضرتك يا فندم وبكل متابعي تلفزيون الوطن، اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نعرف ايه العقارات المعفاه من الضريبه العقاريه. يمكن زي ما حضرتك تفضلتي انه قانون الاجراءات الضريبيه الموحد 206 لسنه 2020 وايضا القانون رقم 23 لسنه 2020 حددوا الضرائب العقارات المعفاه من الضرائب. اولا العقارات او العقار اللي قيمته بتقل عن 2 مليون جنيه، وفي ايضا هناك مجموعه اخرى من انواع العقارات المعفاه من الضرائب العقاريه زي العقارات اللي بتستخدم في تابعه للمنشات الصحيه او للاحزاب السياسيه او الجمعيات الاهليه او التابعه للقوات المسلحه، او العقارات اللي ايراداتها السنويه اذا استخدمت في الاغراض التجاريه او الاداريه بتقل عن 1200 جنيه في السنه. كل هذه الانواع من العقارات ده في شق من ناحيه انواع او تصنيفات العقارات بيقل يعني بيعفى من الضريبه العقاريه، او بشكل عام العقار اللي قيمته بتقل عن 2 مليون جنيه. طب يا فندم لو حد عنده شقة سكنية وما عندوش أي عقارات أخرى بس قيمة الشقة دي بتزيد عن 2 مليون جنيه، هل وقتها هيدفع ضريبة عقارية؟ طبعا يا فندم كل ما قيمته تتعدى ال 2 مليون جنيه بيدفع للضريبة العقارية، واللي بتتجاوز يمكن بتوصل نسبتها من حوالي 2.5% لحد 27.5%. وطبعا دي بتختلف بقى على حسب الأماكن موجودة فيها هذه العقارات، تختلف من مدينة لأخرى من منطقة لأخرى على حسب التصنيفات اللي يمكن بنص عليها قانون الثروة العقارية، وأيضا إدارة الضرائب أو وحدة الضرائب تابعة لوزارة المالية المصرية. وبالتالي النهاردة بتقدري حضرتك من خلال التقدم بالإقرار الضريبي من خلال مديرية الضرائب اللي حضرتك تابعة ليها في المنطقة الموجود بيها العقار، تقدري تعرفي نوعية أو حجم الشريحة الضريبية اللي حضرتك هتخضعي ليها في ما يتعلق بدفع قيمه الضريبه الثروه العقاريه لو العقار بيتجاوز ال 2 مليون جنيه. تمام، طب هل في مواعيد محدده للدفع؟ والله يا فندم هو يمكن وفقا منذ اعلان القانون ولائحته التنفيذيه النهارده حضرتك بتروحي بتقدمي بالطلب، يعني والا انه لو تم عدم التقدم بطلب او اقرار الضريبي هنا في الحاله دي حضرتك تعتبري متهربة من دفع الضريبة العقارية. وبعدين بتدخلي بقى في نقطة تانية متعلقة بما يتعلق بفكرة الإعفاء الضريبي أو الغرامات المطبقة في الحالة دي لو حضرتك النهاردة لسه القانون أو العقوبة لم تحول للنيابة العامة أو قضية التهرب الضريبي، فحضرتك بتدفعي 100% من قيمة العقار أو الشريحة الضريبية المفروضة على حضرتك لو تم تحويل القضية أو قضية التهرب الضريبي للنيابة العامة. هنا بيبقى سداد قيمة 150% من نسبة الضريبة العقارية. لو صدر قانون أو حكم بالتهرب الضريبي حضرتك هنا بتدفعي بيتجاوز حوالي 200% من قيمة الضريبة العقارية. تمام، بنشكر حضرتك أستاذ أحمد أبو علي الخبير الاقتصادي على المعلومات المهمة دي، وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية نشرتنا الإخبارية. نشوفكم على نشرات أخرى، على خير.